بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد، أبنائي طلاب الصف الأول الابتدائي من مدارس دار الثقافة الأهلية، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الفقه. الدرس الخامس مفطرات الصلاة، صاد 51. مع نهاية هذا الدرس يتوقع من الطالب أن يتعرف على مفطرات الصلاة، يذكر مفطرات الصلاة. أحرص على الخشوع في الصلاة. مفطرات الصلاة يا أبنائي، الأول منها انتخاب الوضوء بخروج البول أو الغائط أو الريح، أي الذهاب إلى الحمام. ينتقض الوضوء بخروج البول أو الغائط أو الريح. نشاط واحد، توضأ زميلك خالد ثم دخل الحمام ليقضي حاجته، فما التصرف الصحيح؟ هل يصلي ولا يعيد الوضوء أم يعيد الوضوء لأنه انتقض وضوءه؟ من يستطيع أن يجيب يا أبنائي؟ أحسنت، بارك الله فيك، يعيد الوضوء لأنه انتقض وضوءه. الثاني الأكل والشرب أثناء الصلاة. إذا قام المصلي بالأكل والشرب تبطل صلاة. نشاط اثنين، أرتب الكلمات الآتية لأحصل على جملة مفيدة. والشرب الصلاة الأكل في يبطله. من يستطيع أن يرتب هذه الكلمات؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. الأكل والشرب في الصلاة يبطله. الأكل والشرب في الصلاة يبطله. الثالث الكلام. إذا تكلم المصلي أثناء الصلاة بطلت صلاته. نشاط ثلاثة، ألون الدائرة التي تحتوي على مبطل من مبطلات الصلاة، الركوع أم الكلام أم السجود؟ من يستطيع أن يجيب؟ أحسنت، بارك الله فيك، الكلام هو الذي يبطل الصلاة، ولا نقول الركوع أو السجود لأن الركوع أو السجود من أعمال الصلاة. الرابع الضحك، بالتعاون مع مجموعتي أوجه نصيحة لمن يضحك في الصلاة. نشاط الرابع، نقول له ماذا نقول لمن يضحك في صلاته؟ نقول له إن الضحك يبطل الصلاة، فيجب عليه الابتعاد عن الضحك. الخامس الحركة الكثيرة في الصلاة أو أثناء الصلاة، أتجنب كثرة الحركة في الصلاة لأنها تبطل الصلاة. أحرص على الاستعداد للصلاة مبكرا وأبتعد عما يبطلها. هذه هي مبطلات الصلاة يا أبنائي. الأول انتقاض الوضوء من خلال البول أو الغائط أو خروج الريح. الأكل، الشرب، الضحك، كثرة الحركة في الصلاة. التقويم، أصل كل عبارة في العمود ألف بما يناسبها من العمود باء. أقول فيها السجود، ماذا أقول؟ أحسنت، سبحان ربي الأعلى. أقول فيها الركوع، سبحان ربي العظيم. أقول بين السجدتين، رب اغفر لي. أقول في الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمد. أختار الكلمة الصحيحة وأكتبها في المكان المناسب، الأولى، الأخيرة، الثانية. أقرأ التشهد الأول بعد الركعة الأولى أم الأخيرة أم الثانية؟ أحسنت، الركعة الثانية. أقرأ التشهد الأخيرة بعد الركعة الإيه؟ الأولى أم الأخيرة؟ الأخيرة، جزاك الله خيرا. أصنف الصلوات التي فيها تشهدان في مجموعة والتي فيها تشهد واحد في مجموعة، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر،
صلاة المغرب، صلاة العشاء، خمس صلوات يصليها في يوم والليلة يا ابنائي. نريد أن نصنف هذه الصلوات ما فيها تشهدان وما فيها تشهد واحد. تشهد واحد صلاة الفجر أحسن، وباقي الصلوات فيها تشهدان، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. لأن صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء هي أربع ركعات، وصلاة المغرب ثلاث ركعات، ففي هذه الصلوات يوجد تشهدان. أما صلاة الفجر فهي ركعتان وفيها تشهد واحد. الواجب يا أبنائي حل هذه الصفحة والصفحة الثانية واجب أيضا. وفي النهاية أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.